فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجب إزالة جميع ما على البدن من موانع مثل لصقة الظهر عند غسل الجنابة؟ إذا كان يحتاج إلى بقاء اللصقة عليه، أو الضماد اللي على الجرح، أو الجبيرة اللي على الكسر يحتاج إلى بقائها، فتبقى ويمسح عليها، يمسح عليها إلى أن يستغني عنها ثم يزيلها. الجبيرة والضماد واللصق وغير ذلك، كل ما يحتاج إليه يبقى ويمسح عليه ويكفي، يكفي مسحه عن غسل ما تحته إلى أن يستغني عنها ثم يزيله. نعم.